مسألة رؤية الله جل وعلا في النوم، رؤية الله جل وعلا في النوم، الرؤية قد تحصل لبعض أهل العلم والأئمة، قد تحصل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أكمل صورة، رأى ربه في المنام لرؤية ما. أما في اليقظة فلا أحد يرى الله في الدنيا، وإنما يرونه في الآخرة إذا دخلوا الجنة، يرون الله ويرونه أيضا في عرصات